الهوشة اللي صارت أمس بي، عشان هذه الهوشة أطلب سلطان الراجحي وأطلب فيصل العواد للكمشروم أو فيصل العويد. تبي فيصل؟ بس نادي فيصل، لا تجلس نادي السلطان. سلطان مع طرف. لا 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 لا، المشكلة هذه أنا بالنسبة لي لا تنادي لا سلطان ولا تنادي فيصل، بس فيصل هو محامي سلطان. آه يعني سلطان يعرف يعني سلطان لا يجي، أنا ما أحتاج سلطان. دخل معنا، دخل معنا ذاك اليوم نص ساعة أطول مداخلة في الوطن العربي والعالم كله والكواكب ومجرة درب التبانة، ما فهمنا شيء. آخر شيء يوم طلع على المسرح مع ناصر، تفضل برر تبرير ما تجاوز 20 ثانية. وش التبرير؟ ليش أنا كنت الأول نزلت الثاني؟ هو طبيعي عادي. أجي عطني فيصل العبيد. بس ما فيصل، أنا ما أبغى سلطان. الغامدي. يجي سلطان الآن. آه لا لا، آخر شيء لو جاء مرة ثانية عند ناصر ولا عند أي واحد مقدمين، بر تبري بتجاوز 20 ثانية. المشكلة كانت عشان فيصل قال لهم يعني أن الذي تعمله هنا هو انعكاس تربية. فيصل بيجي نبدأ المحور معاه مع بعض. بيجي بس ما بيجي فيصل، أنا ما بسولف في المحور اللي عندي هنا. طيب. بنسولف بشكل عام، بنسولف في الطقس. بنسولف مثلا افتقد الطيور. لا عادي نسولف مع محور معي طرف ثاني. يعني يا تفضل، ما عندي مشكلة. يا شباب اعطونا فيصل. السلام عليكم. هلا وسهلا. صباح الخير. صباح الورد. حصل امس مشكلة يا استاذ فيصل، قبل المشكلة انا ايش رايك في وضع الفوضى اللي جالسة تصير في البرنامج يعني؟ الصراحة ما ناسبت لي، لكن اقدر حماسها اول يوم. بعد انقطاع كيف بعد. اول يوم يعني كلكم قد امضيتم دهرا يعني. لا احنا مستمرين، لكن هم انقطعوا 3 أسابيع. فانقطعوا فهم جايين فيهم طاقه وفي شفاحه قليلا. لا طاقه، ما هي شفاحه. طيب علي الغامدي معك على عبر الاثير. يعطيك العافيه. تبغى ابدا انا ولا تبدا فيصل؟ بس كان عندي اتصال من احد المعدين الخاصين فيني، فهمت؟ فاتصل فيني. فهمت فيصل؟ يعطيك العافية. هلا ومرحبا. ما هو سبب زعلك؟ انهم طعوا كلام خوينا. من خويك؟ سلطان الراجحي. هل سلطان يوجد لديه لسان ليتحدث؟ يوجد له لسان. طيب ليش ما تكلم سلطان؟ سلطان لو انا ما تكلمت تكلم هو. لا ما تكلم هو. لا انت لا. تكلمت ودار على الحديث 5 دقائق وما تكلم سلطان، وطلع من الجلسة ولا تكلم سلطان. كفيت. لذلك انا طلبتك انت، ما طلبت سلطان. صحيح. انا قمت بالدور هذا لاني مو بس اتكلم عن سلطان، اتكلم عن الجميع، اقصد انه لازم كلنا ياخذ حقه بالكلام اول شيء، الشيء الثاني تقاطع اصوات، حنا الموجودين ما نسمع، فما بالك اللي برا. ممتاز، امنا بالله. الان احنا فهد معيان بمثل لك مثال عشان يوضح لك. احنا نلعب بلوت في الاستراحه. ورقه كذا وشغل الحكم صن ومشدود اللعب. دخل واحد قال بنصحكم يا شباب عن بيع الكفرات المستعمله. وانا اقطع وانا اخذك على تهذيبة الارض. اي ماني فاضي، لا تقول تنصحني ذا الحين، انا جالس الان العب يعني جالس اتونس، فدخولك في باب النصيحه هذا الان ايا كان الموضوع. لذلك قيل لكل مقام عميق او سطحي. أي لكل مقام مقال. هذا هو. انا لو جيتني قلت لك الكفرات هذه بضربك. يعني انا بالنسبه لي وفيصل ممكن ما يخفاك الموضوع كانت الجلسه شلون؟ صحيح. يعني فيها فرق. كان فيها تقاطعات غير طبيعيه. صحيح. من الجميع. صحيح. فشطحت الموضوع كذا فجأة، أنا ما أدري، فسر لي إياها. شوف أنا ما أتكلم إنه يعني الموضوع كان بوقته ولا، أنا الرجال بدأ موضوع، فأنا يعني مو عشان سلطان بس عشان سلطان. لا لا سلطان، وإذا صار عشان سلطان يستاهل. إي بس معليش يا فيصل، أنت أخذت بدور المحامي يا سلطان. أنا راجعت المقطع 38 مرة، سلطان ما أتكلم، يعني هو اللي بدأ بالإشكالية وبالخلاف ولا أتكلم، ساكت. آخر شيء مع حاتم الحربي طالع، كان مايك ميوت وما ادري ايش يتكلم، ما ادري ايش يقول اصلا، زعلان عليه ما ادري ايش اشكاليه. ايه ما ادري شو المشكله. يعني في بدايه يعني انا عدتها الساعه 1:34، ما كان هو في الجلسه ولا كنت انت في الجلسه، كانوا فيه السياره اللي داخلين فيها الشباب مساعد وناصر. صحيح. ولي حديث معهم في موضوع ثاني. فجاه تجمعت انت في الجلسه بعد الدقيقه واحده، او عفوا 1:37، لعبته قبل الجلسه، لعبته العرضه برا، او لعبته لعب قلطه كذا برا في الساحه، ثم من بعدها الدقيقه 1:43 بديته بالغناء في جلسه هادئه. ما كان موضوع، تصدق الساعه 1:43 لو بدوا في الموضوع هذا افضل، قبل لا يجي المزعجين اللي انا ممكن اتكلم معه في موضوع ثاني. لكن لما تجمعوا اعظم مزعجين في البرنامج، محمد عواد، ساعد، متعب، الشباب اللي ما يحب الجلوس معهم والمكوث معهم طويلا، فيصل وسلطان، تمام عادي احنا نصرح بدالهم،
فعاد جد. لكن لما يتجمعوا كل المزعجين في العالم يقول بفتح موضوع جد ويزعل. لازم انا اصلا تدقيق، تخيل اني انا اجي فقره المنعطف واتكلم عن اتكلم مثلا عن 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 الذره، عن انتقال او عن انسحاب نيمار من الهلال وليش اصاب واين اصيب وكيف الوتر الذي اصيب فيه وايش سبب اصابته وايش السبب، واقعد اتكلم. هل الناس بتتابعني؟ لا. تخيل اني القى المحتوى الان للدوري في استوديو تحليلي وانتقد المتسابقين هناك، ما يصير ابدا. صحيح ما يصير. انا لازم اولا اتحدد الوقت المناسب والناس المناسبين، صح، كنت لازم والظروف المناسبه اللي اتحدث يعني فيها. السؤال اللي ما اجبت عليه انت، لماذا لم يتحدث الاخ سلطان؟ يعني والله يا دقيقه، مع العلم مع الاخذ يعني بالاعتبار انك انت اخذ مره كنت تقول له برر صح. كيف يعني اخر مره كان متداخل معنا هنا سلطان الراجحي، كنت أنت تقول له بعد الفقرة يا سلطان برر لنفسك صح. صحيح. كأنك يعني كأنك تقول بطريقة لابسة كرافتة، يا سلطان أنت لا تعرف أن تدافع عن نفسك، أو أنت لا تعرف أن تبرر لنفسك، أو أنت لا تعرف أن تأتي بحقك. هذا تفسيرك ولا أنا ما أعلم سلطان؟ هذا معنى الكلام يا أستاذ. هذا تفسيرك. إيش معنى الكلام طيب؟ أنت تسألني على الفقرة اللي راحت؟ لا أنا أسألك يعني هي المسألة قلت لكم. حدد لي السؤال عشان أعرف إيش جاوب عنه. أبعيد. البرنامج واقعي قصة. كل يوم مربوط باليوم اللي قبله. صحيح. اليوم هذا مربوط بواحد ماراثون. واضح؟ أنت قبل 3 أيام بالضبط مسكت سلطان، يا سلطان برر لنفسك كويس، أنت ما بررت لنفسك كويس. بعدلكم في الشروم. حلو؟ خابر خابر. إيه. اليوم جو الشباب وقاطعوا سلطان، فبناء على أن سلطان ما يعرف يبرر لنفسه كويس، أنا بدافع عن سلطان وأتحدث بحال سلطان. لا لا، أول شيء أول وصية وصيتهم إياه من دخل البرنامج، لا تقاطعوا الأصوات. فحنا يا اخوي لنا حق نسمع، واللي برا الشاشه لهم حق يسمعون. من اكثر واحد قاطع اصوات؟ والله ما ادري يعني من بالضبط، لانه انا ما جلست معهم على طول، لكن انا بالجلسه هذيك سمعت انه خوينا بدا فقره والشباب يقاطعون. انت صادمت مع مساعد زعب صح؟ مساعد وناصر. وناصر قماش. ناصر لكن ما كان يتكلم. ناصر ما هو يا يعني. سبحان الله، ناصر قماش هذا مطبل او مو مطبل، مسحجوخ والله. تعرف بعض الناس سبحان الله يجيك كذا، يجي في واحد يعني يطلع واحد مشهور فجأة، حلو، فجأة تلقى معه 5 يمشوا وراه ويصفقوا ولا يمسحوا. هذا ناصر قماش بالنسبة لا بسعر. ناصر كان محضر خير صراحة، ناصر كان يقرب وجهات النظر. لا هو دائما كذا. خل موضوع ناصر ومساعد شوية على جنب، لأن هذول بيجي على جنب. أنا بجيك في مسألة إنه السؤال العظيم لفيصل، دامك أنت الآن أخذت يعني لقب عظيم، لقب المدافع عن سلطان. يستاهل. ويستاهل سلطان والجميع يستاهل. يستاهل. تمام؟ لو تأهل سلطان وفيصل طلع، ما الحل؟ الحل هو رجل شحوم متلاوي يسلم روحه. لازم يشوف المدافع محامي. هي مشكلة. لا ترى لا يا أستاذ علي، ترى لو كان شخص غير سلطان بتكلم، هذا نفسي تامرني على كذا. فيصل. لو مساعد ما حصل سلطان تكلمت عنه. نمشي حبة حبة. نمشي حبة حبة. سلطان سأل السؤال. كل اللي في الجلسة اللي أول 4 كان ماخذين الموضوع بكوميدي بس جاوب. كانوا ماخذين الموضوع بكوميدية بس إيش؟ بس جاوبوا. هو ما يبغى يأخذ الموضوع إلا بجدية، وإن هذا الموضوع لابد أن يعني لو توقع أنك جاي داخل الجلسة ببدلة يقول لك لا قم البس ثوبك أو شمح وعود لي وكذا. يا شباب والله ما أنا ما أقول لك لا إفراط ولا تفريط، يعني لا تكون مرة لا تكون فاتحة بحري ولا تغلق على نفسك. يعني اليوم اليوم اليوم, اليوم يا أخي يلعبون محاورة، اليوم يلعبوا الساعة 10:09 وصافين يمكن 7 دقائق، فيصل وسلطان في الزاوية. امس هم جالسين في زاويه، الاستاذ فيصل في زاويه الحاله في المشهد. انا مقر ان تقول والله انا شخصيتي وممكن ما ابغى اخطط مع شيء، بس انه خلاص الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. خليك صاغر وداغر، امسك العصا على الوسط. باقي انا شكرا. تبغى شيء؟ عاد عندك شيء؟ ابي سلامتك انت اليوم. تفضل. شكرا لك. تفضل يا احتاج مساعد. عطنيها عطنيها. تبغى مفتاح سيارتي؟ طيب تعال. على ما بال ياخذ مفتاح السياره الاستاذ سلمان. انت شغلت الاستاذ سلمان؟ طب مقفل علي. فيصل عويد كان يقول هل بكون في المنعطف ولا لا؟ انت الان ولا امس؟ وايضا كان يريد ان يعيش هذه طبعا
العصافير اللي تعلمنا كان يريد ان يعيش دور القائد فيصل عبيد مع المجموعه ولا لا؟ اعطوني مساعد ذاهب و... ابغى مساعد وناصر. اي واول من زبد له طبعا مساعد ذاهب. شوف فيصل من الواضح انه صدم في ناس احنا قلنا ما راح يكون تحت جناحه. احنا قلنا ولا ما قلنا؟ يا سلام عليك. قلنا ولا لا؟ قلنا من زمان. احنا قلنا من زمان. ففيصل كان عايش في المجموعه الاولى انه في ناس يحترمونه في فكره خبل انت سلامات. فكان عايش في فكره المجموعه الاولى يا شباب اسمعوني يا شباب سكتوا كلهم. لا انت مع ناس هنا الله ربنا وربك والله ما راح مستحيل مستحيل السيطره عليهم من لا يعني تحت قوه خارقه. مسألة انه لا بسكتهم بمرر الكلام. ففيصل اذا هذا التنويم المغناطيسي عشته على سلطان او غير سلطان لن تعيشه على بعض الشباب الاخرين. فهمت الفكره؟ ليش انا زعلت في فكره اني احتسبت الدقائق مع فيصل وكنت دقيق جدا؟ ليه؟ لانه الساعه 1:37 ما كانوا جالسين في الجلسه، فقال لا هو زميلنا بدا الجلسه وسال سؤال. لا الجلسه ما كانت بدايتها عندكم، كنتوا تلعبون في الساحه الساعه 1:37 دقيقه البارح. بعدين بديت تجمع وبدايه الجلسه كان حاتم الفريدي مع تركي مشبب يلعبون، وكنت جالس تسوي قهوتك ومعاميلك ودنياك. بعدها بدا يجي سلطان تمام، تجمع الشباب كانوا ينشدون، ثم من بعد هذا الكلام والحديث تجمع الشباب، ثم يوم اجتمع زي ما يقول جلسه تشمات سال السؤال الذي لعب في الجلسه كامله ويقول ليش ما تسمعون؟ ما ابغى اسمع. الشباب موجودين في الروم؟